العزيز سي بحموش رئيس جمعية الآفاق للتنمية والصناعة التقليدية والمحافظة على البيئة أوفوس إقليم الرشيدية. اليوم افتتاح الرسمي لمشروع المرأة الانتخابات ولنا التعزيز الفعل السياسي الذي تنظمه الجمعية المذكورة أعلاه بشراكة مع صندوق الدعم لشجاع تمثيلية النساء. ويهدف هذا المشروع إلى تكوين المستشارين الجماعيين والفاعلين الجمعويين بإقليم الرشيدية، ويستهدف عدة جماعات ترابية: أرفود، الجرف، حنابو، قلميمة، تاديغوس، فركلة العليا، بالإضافة إلى بودنيب. من خلال هذا اليوم تطرقت الجمعية إلى عدة ندوات منها المرأة والحياة السياسية والتنمية المحلية، كذلك دور الجمعية والأحزاب في الترافع على الساكنة. بعد ذلك تم مناقشة الآلية التشاركية للحوار التشاور داخل الجماعات الترابية. بعد ذلك تم فتح النقاش حول آلية الترافع الفعالية لمواكبة هذا البرنامج من طرف المستشارين والمستشارات المجالس المنتخبة وأطر الجمعيات بأوفوس. بحياة النائبة الرئيس أمزوارو لجمعية الآفاق للتنمية والصناعة التقليدية والمحافظة على البيئة أوفوس، استخ ديات ندوا غوف الولوج للمرأة القروية للسياسة، نطرق الخير للمواضيع. نتمنى ان التمو المرأة القروية يلحقوا السياسية، افدا ان دويب اريد ان كنا دورياز ان شاء الله، افدا ان نجميت سنت المجالات يتسنت المجالات إحلان دن قدمي المرأة القروية الصورة هي سي المنبر تخدر تشكر الأساتذة يكون يشاركني جاي تخن ندوة بصفتي نائبة الرئيس. تخن ندوة نحاول أن نمزفوس المرأة القروية أفادت تشارك السياسة نزيد سدات، نحاول ما أمكن أن هي الصورة السياسة يتمطط افادت ادورت نغلق غوفيغ في النس دائما غير السياسه زعما تينوريه زيتيه، لا بالعكس دغيا الحمد لله المساواه تلا يخول شي المجالات نرايا نقدم يت تصويره يتمطط القرويه يسد غرس الامكانيات تشارك يخول شي يعني يخول شي المجالات او السياسه ما الحمد لله نكون الجماعه او فوس تنزوارو التاريخ يدخل المنطقة نورت الرئيسة الجامعة دايت تشرف الحمد لله. جانا فاطمة الكاتبة التعاونية ندوا حق غوفوس السنطر، نداد نشارك قات ندوا داد غوفوس في السياسة القوانين تمطط السياسة نتمنى ونكون نتي وتمنى تزايد نتسافلنا هار نتمنى امشي تخيانا وكريزنا لن يريزني المقام البرلمان الجامعه نتمنوا كنا نتمنى دانت، ولكن الحمد لله هتيقول ويتخزيد سدات نتمنى عاود تشجع انت تمن زعما انت هتسول شويه في الحقوق نسنت غادي نصربيه اللي غادي كيا الحقوق نتمطط نستافد يدخل ندوا حسب القوانين تمطوط ما تترت ستر تمطوط في الحياة ننسى فدادات يو تتم رياز المستويات كل شيء هانت مناتي وتمن إن شاء الله هتزعم من تدالين تونيت نتيس البرلمان. أنا الملا حليمة اشتركت هنايا في هذه الندوة، الله يجازيهم بالخير اللي راه كيتكلموا على العيالات وعلى التعاونيات، وكنتمنى من العيالات ما يولوش اللور باش هما كانوا يزيدوا لقدام. هذه الندوة استفدنا منها بزاف، وكنتمنى من العيالات يزيدوا لقدام وما يبقاوش مخرين اللور فين ما كانوا. الله الحمد لله دروك فين ما كانوا الرجال بحال سوا مع العيالات الحمد لله متقدين بحال، وكنتمنى من العيالات ما يولوش اللور، وكنتمنى من هاد الأطر كاملين اللي تجتمعوا هنا كي يزيدوا يعاونونا ويزيدونا لقدام بعد الندوار. الله يجازيهم بالخير. اسمي فاتحة حجوبي رئيسة جمعية نساء ايتيغ ولاد شاكر ورئيسة الفرع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان المحلي بأوفوس. أرتشكر الأساتذة الكرام، أرتشكر الأستاذ عبد العزيز بحموش الاستضافة، الإخوان كاملين، أرتشكر ميدي بالدنوكيت يدغن
نورشا نستفديس بزاف. نتمنوا كني تمطط المنطقه هاد زيت سدات تكشمو نتا العمل السياسي هاد يم اتفرض الوجود نتا من تتمرياز هاد تيلي المناصفه هاد زيت سدات ديما اللي غدا تيني تمطط زيت تقال مي سيان وانا ضيك اتفرض الحمد لله الوجود نتا من تتمرياز أتتي الجماعة الحمد لله أتتي الجهة أتتي البرلمان الحمد لله المرأة القروية اللي مهمشة دغي الحمد لله مقرر غرين توتمين وعند غرس انت ما يدتينين أتقول أنت نسنت المراتب الحمد لله الدعم الأساتذة الكرام كان حيو من هذا المنبر أرتشكار الأساتذة كاملين اللي حضروا في هذا اللقاء